تفضل. والله مؤسف معز انه اشياء بديهيه وتو يسمعوا فينا قضاه ومحامين اصبحت محل يعني اصبحت محل سؤال. احنا رانا قدمنا مطلب تعقيب وخذينا اعداد نتاع تعقيب، بل اكثر من ذلك توجهنا الى الوكيل العام وقلنا له كيف ان يرجع الملف الى قضيه التحقيق. قال صار خطا، قال المفروض الملف يتوجه الى محكمه التعقيب. انا ذكرت راه والقضيه نتاع نبيل قروي اللي ذكرت على سبيل التمويه على اساس انه شخصيه سياسيه واستفاد من سياق سياسي معين وقتها، راه مش صحيح. راه فما قرارات تعقيبيه في 2011 وفي 2012 وفي قضايا تتعلق بقضايا حق عام، ومحكمه التعقيب اقرت حقيتها في الرقابه على قانونيه اصدار بطاقه الايداع، باعتبار انه هناك فما ضوابط في علاقه انه تصدر بطاقه الايداع في صوره وجود قرائن قويه وفي حاله التلبس والى اخره. واحنا طالبين فما خلاف انه القرار ذاك هل هو يمكن تعقيبه ام لا، خلي محكمه التعقيب تفصل، خلي محكمه التعقيب تفصل. يعني المفروض الملف 261 الاستاذ قال ما يتعلقش، راهو يقول انه على كاتب يعطينا اعداد نتاع التعقيب المطلب ثم يوجه الملف الى محكمه التعقيب. الملف المفروض اليوم موجود لدى محكمة التعقيب، أعطيونا خلينا نقدموا مستنداتنا، خلينا نقدموا مستنداتنا وندفع على وجهة النظر متاعنا وعلى رأينا القانوني اللي هو رأي قانوني يأكدوه عديد أساتذة القانون الجزائي والمختصين بما فيهم الذكر البشير منوب فرشيش وإلى آخره. يعني لهنا ما نحبش نتعرف على تفاصيل، ولكن الغريب لهنا مغالطة الرأي العام وتقول لا ما عندهمش الحق. باهي ما عندناش الحق، علاش مالك قدمنا مطلب تعقيب الدائرة قبلته علينا في دائرة الاتهام؟ وعلاش المفروض انه الملف يتوجه الى محكمه التعقيب متوجه لمحكمه التعقيب وخارج التوقيت الاداري يوم الخميس بعد ما ساعتين ونص يتم اعادته الى قاضي التحقيق، واحنا اعلمناه انه صدر قرار بالتعقيب، اصدر ما عملنا مطلب بالتعقيب ويجب عليه رفع يده على الملف. يعني احنا اليوم اصبحنا نتجادلوا في بديهيات وراء الخروقات الاجرائيه يا معز في هذا الملف يعني لا تحصى ولا تعد، وهي سوابق. راني نحب نذكر راه وقت تم الافراج على شيء مع عيسى والازهر من في 13 جويلية 2023 نهار الخميس تسيبوا، نهار الجمعة تتعمل جلسة دائرة اتهام ثانية خلصة في غير وقت العادي نهار الجمعة، وطلبات جديدة للنيابة الوكالة العامة احنا ما نعلموش بها، وصدر قرار بمنع السفر والتحجير الظهور في الأماكن العمومية. يعني السوابق اللي يشهدها الملف هذا لم تشهدها ملفات أخرى، وما يعزز أنه هذا الملف ممسوك بالأساس بالسلطة السياسية هو تصريحات الأمس من رئيس الجمهورية. ونحب نذكر اللي اليوم الصباح الجمعية القضاة التونسيين نزلت بيان وأكدت تواصل مسار وضع اليد السلطة على القضاء عبر مذكرة العمل وإبعاد عديد القضاة. ولهنا نتسائلوا بعد رئيس الجمهورية أدى أصدر حكمه بالإدانة ماذا بقي للقضاة؟ قضاة دائرة الاتهام، قضاة دائرة محكمة التعقيب، قضاة الدائرة الجنائية، يعني ماذا بقي لهم من القيام بأعمالهم وفق اجتهادهم المحض؟ والحال أنه رئيس الدولة أصدر حكمه وهو اليوم يمكن له إعفاء أي قاضي، ووزيرة العدل يمكن لها إبعاد القضاة عن طريق مذكرة العمل، وتم معاقبة عديد القضاة الذين أخذوا قرارات تبقى اجتهاداتهم في الفترة الأخيرة. شكرا لك أستاذ كريم المرزوقي. يبقى معنا في عندي دقيقة بركة سؤال صغير أستاذ يقدم الميكرو فيزا. هو منذ بداية فتح هذا الملف البحث التحقيقي تم رفض عشرات مطالب الإفراج، ما تم طعن بالتعقيب في حتى مطلب إفراج، علاش تو؟ أستاذ من هيئة الدفاع انه نقدموا مطلب تعقيب في الوقت الحاضر باعتبار قرب انتهاء اجل ايقاف التحفظ. نحب نثير النقطة في 14 شهر. اخي احنا كنا اول الداعين لختم البحث في هذه القضية، واحنا دعينا قاضي التحقيق للقيام بالاعمال الاستقرائية. انا نحب نذكر اللي قدمنا مطلب لقاضي التحقيق للسماع الدبلوماسيين، ما فما تآمر وتخبر الى اخره. يا اخي اسمعنا الدبلوماسيين هذوما، اخي هما مذكورين في الابحاث، اسمعهم. قاضي التحقيق امتنع عن السماع نتاعهم، محجوبين الهوية نفس الشيء. احنا كنا ندفعوا في القيام بالاعمال التحقيقية والاستقرائية اللازمة لعلى يقين لعدم وجود جريمة في الملف.